السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا بيكم مرة تانية في الجزء الثاني من الدرس الثالث في الوحدة الثانية. بشكل ما قلنا قبل كده إن الوحدة الثانية عنوانها I want to be healthy، يعني أنا أريد أن أكون بصحة جيدة. بشكل ما شفنا إن الجزء الأول كان بيكلمني عن الأدوات والأماكن الرياضية، النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الجزء الخاص بالبرونانسيشن اللي هو النطق، وده جزء مهم جدا لأن الصوتيات من الحاجات المهمة جدا اللي أنا لازم أتدرب عليها in English في اللغة الإنجليزية. طبعا في الدرس ده حبايبي هعرفني إزاي أعد الأصوات، how to count sounds in a word، إزاي أعد الأصوات في الكلمة وإزاي أقدر أقسم الأصوات بتاعتها، وكمان ازاي اعرف المقاطع اللي موجودة في الكلمة، يعني ايه مقطع، وازاي اعرف عدد المقاطع اللي موجودة، ويعني ايه كمان short vowel وكمان long vowel. ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الدرس. لو بصينا في اول حاجة كده number one بقولي how to count sounds in a word، يا ترى ازاي هنعد الاصوات اللي موجودة في الكلمة. قالي some sounds have two letters، في بعض الاصوات ليها حرفين اتنين، يعني حرفين اتنين بينطقوا صوت واحد، وفي الحالة دي بحسبهم منهم صوت وليس صوتين، يبقى اذا انا بعمل على الصوت وليس على الحرف. قال لي when two letter sounds، يعني لما صوتين اتنين لحرفين are put together، بيتحطوا مع بعض طبعا او بيتم وضعهم مع بعض، they can make a new sound، ممكن اصلا يعملوا لي صوت جديد ملوش علاقة ولا بالصوت ده منفرد ولا بالصوت ده منفرد. تعالوا كده نشوف امثلة على الحروف دي. مديني طبعا اول حاجة السي مع الاتش، السي مع الاتش بيدينا only one sound، صوت واحد اسمه تشا تشا تشا، الاس مع الاتش بيدينا صوت واحد اسمه شا شا، بخلي بالك ده تشا لكن ده شا. التي مع الاتش بتدينا صوتين اتنين، يا اما بتدينا صوت الث ث like three three، يا اما بتدينا صوت الذ. طبعا حبايبي دي الرموز، يعني دي الرموز اللي من خلالها انا لما اشوف كلمه في القاموس اعرف اقراها من غير ما اسمعها، لما اشوف الرمز ده بعرف ان ده اسمه ذا، واطلع لساني وانا بقولها ذا ذا، لايك mother mother mother. طيب البي اتش ساوند، طبعا لو شفنا البي هنلاقيه بينطق با، والاتش هنلاقيه بينطق ها، لكن لو جمعناهم الاثنين هبص عليهم بينطقوا صوت تاني خالص هو الفا ساوند، لايك elephant elephant. يبقى هنا انا هحسب البي مع الاتش لانهم نطقوا صوت واحد بس انهم صوت، ما احسبهمش على انهم صوتين اتنين. طيب الان وراها جي بتنطق ان ان، اطلعها من اخر الانف ان ان، يعني ما اقولش ان، هي مش حرف ان، لا هي إن، وما قلتش إنج، ما قلتش كده إن إن. طيب الدبليو مع الإتش، طبعا الدبليو مع الإتش ساعات بينطق و، يعني الإتش هنا بتبقى سايلنت، وساعات بينطق ها شكل هو كده اللي هي معناها من. السي مع الكي، طبعا السي دايما لما تيجي مع الكي بتبقى سي سايلنت فبتنطق كي فقط، فهنا بنطق ان دول، بقول ان دول صوت واحد مش صوتين. طيب الدبل ليترز، يعني الحروف اللي هي مضاعفه، الحروف اللي بتيجي ورا بعض شكل بعض، اللي بتنطق اونلي وان ساوند، صوت واحد، يعني الدبل ال ينطق ال واحد، الدبل ان ينطق ان واحد، الدبل ام ينطق ام واحد. بص هنا تعالى بيديني مثال بيقول بريك، يعني قسم the words into individual sounds to count them، عشان نعدها. تعال كده نشوف الكلمة اللي هو مديها له، هي كلمة bird 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 bird. طبعا لو بصينا للكلمة دي ب ا ر د، كم صوت؟ أربعة. تعال نشوف الأمثلة اللي هو مديها لي زيادة، عندنا كلمة neck neck ن ا ك، يبقى دول ثلاثة. ليه؟ لأن السي كي نطقت ك، يبقى إذا دول ثلاث أصوات مش أربعة، هم أربع حروف لكن ثلاث أصوات. عندنا دول، يا ترى بقول دولل، هتقول لي لا يا مستر حضرتك بتقول دول، يبقى الدي
الاو الدبل ال نطقت ال واحده فيبقى ثلاث اصوات. طيب فش فش برضو فا اه ش يبقى كام صوت؟ قال لي ثلاثه، يبقى دي فيها ثلاث اصوات. ليه؟ لان في حرفين هنا بينطقوا صوت واحد. طبعا حبايبي الجزء الثاني بيكلمني فيه عن الشورت فاولز واللونج فاولز. الشورت فاولز اللي هي الحركات القصيره، اما اللونج فاولز اللي هي الحركات الطويله. يعني الحروف المتحركه اللي هي الاي والاي والاي والاو واليو، كل حرف فيهم ليه صوت طويل وليه صوت قصير. صوت قصير معناه حبايبي ان انا ما بمدش فيه، اخطفه على طول شكل الفتحه والكسره والضمه كده في العربي. اما لما يكون طويل بيبقى فيه مد شويه، بمد فيه شويه. يعني لو شفنا اول صوت معانا هو الشورت اي، قلنا الشورت اي صوته اه، فعشان كده قلنا بات كات، لكن ما اقولش بات كات لا طبعا، بات كات. طب صوت اللونج اي، قال لي صوت اللونج اي اي، يعني نفس اسمه اسم الحرف، يعني كيك كيك، بين بين. تعال على شورت اي، شورت اي حبايبي شكل الكسره الثقيله، بينطق ايه شكل الدج. يعني ما اقولش مستر دي لا، دج، طالما شورت ما تطولش فيه. دج فش دج فش. طيب انما اللونج اي صوته اي شكل ما هو، شكل بايك شكل نايت. طبعا واحنا خدنا قبل كده امثله امتى بنطق الاي لونج وامتى بنطق الاي شورت، وده ممكن ترجع له في الحلقه اللي في صندوق الوصف. طيب قلنا الشورت اي صوتها اه، طبعا هنا ما تكسرش قوي، شفايفي بتبقى مفتوحه شويه، يعني هنا ما اقولش بن، امال حواليها مستر بن بن بن. طب ودي ما اقولش اج، امال حواليها مستر اج اج اج، شكل مثلا الفيل، ما اقولش elephant، امال اقولها مستر elephant elephant. يعني الفيل ده ما اقولش elephant، ما اكسرش قوي كده، امال اقول ايه؟ اقول elephant elephant. طيب امال اللونج اي، اللونج اي بقى كده شكل المد بالياء، بكسر ومد، شكل بي بي، فيت فيت فيت، شوف بمد فيها. طب الشورت او، قلنا الشورت او صوته او او، برضو ما نمدش فيه، شكل dog dog dog، شكل pot pot pot. طب اللونج او، قلنا اللونج او صوته او، افتح شفايفي وضم او او، عشان كده دي اسمها rose rose روز، اقولش روز، روز، كون كون كون. طبعا ساعات بلاقي الاول لوحدها شكل جو جو، دي لونج او برضو، شكل سو سو برضو دي لونج او. طبعا صوت الشورت يو ا، شكل كلمة نوت، شكل كلمة كاب، شكل كلمة sun، شكل كلمة bun. يبقى لاحظ حرف اليول شورت بيضخم دايما الحرف اللي قبله، يعني ما اقولش با او با، ما اقولش سا او صا، ما اقولش نا او نا، ما اقولش كا او القا. طيب صوت اللونج يو، قال لي لا صوت اللونج يو او، شفايفي مضمومة وفي نفس الوقت بمد فيها، او شكل كيوب، شكل تيوب، شكل فلوت، شكل فيول فيول، شكل ترو، شكل بلو شكل بلو. كل دي يا حبايبي بقول عليها لونج يو. بقول لي بقى في الملاحظه اللي بعدها ان two vowels are blended together to make one sound. قال لي ان في حرفين متحركين او صوتين متحركين بيجتمعوا مع بعض ويدونا صوت واحد بس. شكل الدبل اي في كلمة شيب اديتنا لونج اي، الاي اي في كلمة ليف برضو اديتنا لونج اي، يبقى دي ودي نفس الصوت.
طيب الدبل او في كلمة door door، الاو اي في كلمة board board، الاو يو في كلمة cloud cloud، ادينا صوت الاو او، الاي اي في كلمة train اديتنا long a train. يبقى اذا في اصوات متحركة لما بتجتمع مع بعضها بتدينا صوت واحد فقط لا غير. تعالوا حبايبي نشوف اخر حاجة بقى وهي syllables. كلمة syllables حبايبي بمعنى مقاطع، تاني syllables بمعنى مقاطع. A syllable قال لي المقطع is a part of a word that contains a single vowel sound. بقول لي ان المقطع هو جزء من الكلمة بيحتوي على صوت متحرك واحد فقط لا غير. تاني هو جزء من الكلمة بيحتوي على صوت متحرك واحد. طب لو الكلمة كلها ما فيهاش غير صوت متحرك واحد، دي بقول عليها ان فيها one syllable، يعني مقطع واحد، كلمات ذو مقطع واحد. طيب لو فيها حركتين اتنين، يعني لو فيها صوتين اتنين متحركين، قال لي خلاص دي بقول عليها فيها مقطعين. يبقى اذا السيلابل هو جزء من الكلمة بيحتوي على single vowel sound. single دي يعني واحد بس حبايبي. طيب بقول لي ايه هي ال one syllable words، يعني الكلمات اللي فيها مقطع واحد. قال لي a single syllable word، a single syllable word contains one vowel between two or more consonants، يعني بيحتوي على صوت متحرك واحد بين صوتين ساكنين او اكتر. تعالوا نشوف امثلة على الكلام ده. fish يبقى دي صوت متحرك واحد وادي ساكنين، man متحرك واحد ساكنين، cat نفس الفكرة، red neck لاحظ انها بتحركش غير حركة واحدة، sun pen sock full dull. يبقى اذا طالما ما اتحركتش الا حركة واحدة بس، اللي بقول على الكلمة دي single syllable word، يعني كلمة ذو مقطع واحد. طب يا مستر بقى اقدر عملت حركتين اتنين؟ قال لي او اكتر، يعني بيبقى على حسب بقى الحركات اللي موجودة. لو انا عملت حركتين اتنين قال لي هتبقى two syllable words. مديني امثلة شكل spider، ادي صوت متحرك وادي كمان صوت متحرك، عشان كده قلنا الكلمة دي فيها مقطعين. teacher teacher، ادي teacher يبقى ده حركتين اتنين. paper paper paper، ادي برضو حركتين. window window، حركتين. robot robot robot، خلي بالك ادي المتحرك الاولاني وبعدين فصل ساكن وبعدين جه حركة تانية. robot يبقى كده مقطعين. tiger tiger tiger، ادي تاي مقطع وادي جر ادي كمان مقطع، يبقى الكلمه دي فيها مقطعين اتنين. تعالوا نشوف بقى يا حبايبي السؤال الاولاني اللي بيقول لي read and write how many syllables in the words. هنشوف بقى في كم مقطع في الكلمات دي. اول واحده قال لي music، كم دول؟ قال لي two syllables. طيب baby، تاني baby كم؟ يا مستر دول two، يبقى two syllables. حبايبي عايزين خطوكم بقى كويس كده، في فيديو انا عامله ازاي اكتب الحروف كلها سواء كابيتال او سمول على سطر واحد. الفيديو ده برضو هحطه لكم في صندوق الوصف لو انتوا عايزين تتفرجوا عليه. عندنا كلمة bottle bottle، يبقى bottle bottle كم دول؟ قال لي دول two syllables، يعني دول مقطعين اتنين. طيب read read، اتحركت كم حركة؟ هتقول له مستر واحدة بس، عشان كده هقول عليه one syllable، ده مقطع واحد فقط لا غير. طيب fill fill برضو ما اتحركتش غير حركة واحدة، فهيبقى one syllable، يعني مقطع واحد. تعال نشوف السؤال اللي بعده، بيقول blend the syllables and write. يلا بقى هتجمع المقطعين وتكتبها. اول كلمة هتدينا كلمة spider، كنا سبايدر بمعنى عنكبوت.
طب اللي بعدها اكيد كلمه روبوت، قلنا الروبوت اللي هو الانسان الالي. طب اللي بعدها بيبر، وبيبر حبايبي بمعنى ورق. اللي بعدها تيتشر، وتيتشر حبايبي بمعنى مدرس. كلها تو سيلابل ووردز. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده، بيقول read and tick for the words that have long vowels. خلي بالك ان انا هعلم على الكلمات اللي فيها long vowels بس، يعني الاصوات المتحركة اللي انا همد فيها. teacher، ايوه. paper، ايوه. long a، long e. طيب sun، هتقولي لا. read، هتقولي لا. make، ده long a. طيب rain، برافو عليكم، برضو ده long A. then هتقولي لا. would هتقولي لا. خلي بالكوا حبايبي دي اسمها would، ما اسمهاش would، اسمها would، خشب، يبقى دي has short vowel، يعني فيها صوت قصير مش طويل. تعالى حبايبي نشوف general exercises اللي في صفحة 97. بقول listen and take the words with short vowel sound. هنا بقى العكس، عايز صوت قصير. طب تعالى كده نشوف. روز، هتقول لي لا يا مستر ده طويل. طب ايج، ايج، ده قصير. فيش، قصير. هات، برافو عليكم، قصير. بين، لا. تي، لا برضو. تعالى يا حبايبي يلا على السؤال اللي بعده، بيقول لي ريد اند ماتش، هتقرا وتوصل. نمبر 1 از سبايدر، هات سبايدر. نمبر 1 روبوت، يعني انسان آلي. بيبر، ده ورق. تيتشر، ده مدرس، ادي نمبر 4. تعالى يا حبايبي بقى التمرين اللي بعده، بيقول read and write how many sounds are in each word، يعني في كم صوت في كل كلمة. طبعا عندنا الكلمة دي اسمها دول، دول، دا ال، يبقى كم؟ تقول لي 3. اتكلم على الاصوات مش على المقاطع. نك، نك، ن ك، يبقى كام؟ هتقول لي برضه 3 مش 4، ان السي مع الكي بتنطق اونلي 1 ساوند. طيب تايجر، تايجر. طبعا حبايبي الكلمتين دول لو انا هنطقهم بريتش فمش هتلاقي الار بتتنطق، يعني هتلاقيني بقول تايجر، تايجر، تايجا. وفي الحالة دي هيكون في أربع أصوات، تايجا. برضو نمبر 4 بيبا، بيبا، برضو نفس الكلام. إن بريتش هتبقى بيبا، بيبا، مش هتلاقي الآر بتتنطق، فبالتالي بيعتبروها أربع أصوات، بي أ بي أ، اللي هي الشوا. طيب تعالى على السؤال اللي بعده، بيقول لي read and write how many syllables in the words. تعالى بقى اقرا وشوف المقاطع اللي موجوده. طيب when the، هتقول لي دول اتنين. طيب teacher، قال دول برضو اتنين، two syllables. pull you، برضو دول two. sun، هتقول لي one. fish، it's one. read، it's one. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الحلقه بتاعه النهارده، وعرفتوا ازاي نفرق بين الاصوات الطويله والاصوات القصيره، ازاي نعد الاصوات اللي موجوده في الكلمة، وازاي كمان نعرف عدد المقاطع اللي موجودة في الكلمة. لو عجبتك الحلقة يلا شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد. ما تنساش لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات من كل الحلقات الجاية ان شاء الله. استنونا في الدرس الرابع. جود باي، السلام عليكم.